حلقة أول موضوع زي ما قلنا لحضراتكم، موضوع مهم جدا، وانضم إلينا الآن الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتور طارق، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا فندم. دكتور طارق، دلوقتي التغييرات اللي حصلت في السعودية، ولا أول مرة يعين وزير للخارجية من خارج الأسرة المالكة، كيف ترى هذه التغييرات في من وجهة نظر حضرتك، وأيضا يعني كيف سيكون تأثيرها على العلاقات الخارجية وعلى الحياة أيضا بالنسبة للسعودية؟ يعني خلينا نقول في البداية إن الأمير صواب الفيصل وهو يترك موقعه، هذا الرجل أدى يعني مهام وطنية عديدة على المستوى العربي وعلى المستوى الوطني في السعودية، وكان له مواقف جليلة ستذكر لسموه طوال سنوات مقبلة، خصوصا دعمه لمصر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث، حيث كان قد كلف من قبل الملك الراحل الملك عبد الله في التنويه عن الثورة المصرية في العواصم الأوروبية، وقف مواقف يعني مشهود لها بصورة كبيرة، ونحن نمتن له في مصر لدوره الكبير. عادل الجوبير الذي تولى وزارة الخارجية ليس غريبا على الأرصاد الدبلوماسية، لم يكن سفيرا في واشنطن فقط، إنما كان هو أحد مراكز صنع القرار المهمة، وهو له باع كبير في الشؤون الأمريكية، وهو أحد أهم الخبراء العرب في مجالات عديدة وخاصة في مجال الصراع العربي الإسرائيلي. أعتقد أنه سيضيف كثيرا إلى الموقع السياسي، وبالتالي أتوقع أنه هيبقى له دور كبير في ترسيم السياسة السعودية والعربية في الدوائر الأمريكية بصورة أو بأخرى. إذا كنت تسألي حول توجهاته، فعادل الجوبير سفير مرموق، يعد واحد من أهم زي ما أشرت الخبراء العرب في هذا الإطار. السياسة السعودية سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي ستشهد تحولات حقيقية شاملة في المرحلة المقبلة. جيل الأحفاد على سبيل يتولى المثال، يعني لأول استاذن حضرتك يا دكتور، نوضح للمشاهدين كيف ستكون هذه التحولات في العلاقات، وهل ايضا اختيار عادل الجوبير كان يعتبر يعني ارضاء، او مش ارضاء، يعني ممكن نقول انه مراعاة ايضا لانه يكون في استمرار للعلاقات ما بين السعودية وامريكا؟ لا، هي الامور ما بتحسبش كده، هناك مساحات كبيره من الخلاف بين واشنطن وبين الرياض مع تولي جلاله الملك سلمان الحكم في السعوديه، وهي طبعا جمله من الاشكاليات في نمط العلاقات بين البلدين، لكن طبعا هناك علاقات يعني لها طابع خصوصيه معينه وشراكه استراتيجيه وسياسيه وامنيه طويله يعني تتجاوز كل المناكسات والمشكلات المتوقعه. اعتقد انه الجانب السعودي حريص على علاقات مع واشنطن، وايضا الولايات المتحده حريصه على علاقتها مع السعوديه، لكن هناك جمله من الخلافات متعلقه بالدور الايراني في الشرق الاوسط وباتفاق الاطار النووي، وايضا بالتعامل مع الحاله اليمنيه، وايضا بامن الخليج، وبالتالي مثل هذه الامور محل خلاف امريكي سعودي هتتضح في الفترة المقبلة، خصوصا مع التغييرات التي أجراها جلالة الملك سلمان في نمط الحكم، وأعتقد أنه دي بجزء منها مرتبط بموقع السفير عادل الجوبير نفسه. أعتقد أنه السفير عادل وهو لم يكن كما أشرت سفير في واشنطن فقط، رجل يعلم كثير من الملفات، وهو يعني كان مديرا للعلاقات مهندسا للعلاقات الأمريكية الخليجية ليس السعودية فقط. في جزء نعم من ده السعوديه حريصه على ان تستمر علاقتها بالولايات المتحده وفي جمله من المصالح المشتركه، لكن هناك هواجس سعوديه خليجيه من اتفاق الاطار الذي تم بين الامريكان وبين الايرانيين، واللي هيبقى في 30 يونيو اتفاق نهائي، وكانت رساله تطمينات مباشره من جون كيري وزير الخارجيه الامريكي الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي حينما وجه اليهم رسائل تطمينات مباشره، لكن اعتقد ان مساحه الخلاف تضيق بصوره او باخرى. السعوديه دوله كبيره، الولايات نعم المتحده حريصه على دعم علاقتها بها، ليس في موضوع اليمن ولكن في الملفات العربيه الاخرى في هذا الاطار. طيب، وحول تعيين ولي العهد الجديد ايضا محمد بن نايف، كيف ترى ايضا هذا الامر، وانه ايضا اللي بيقال انه بعد طلب الامير مجرن عبد العزيز اعفائه من منصبه؟ الأمير ميجرين بالمناسبة لم يكن سيتولى بصورة أو بأخرى برغم تعيين ولي العهد لأسباب معينة متعلقة بأنه مجموعة أهل الحل والعقد لم يكونوا
قد أعطوا المنحة في البدايات الأولى حتى قبل أن يتولى ولاية العهد وليس لأسباب أخرى. فهو شخصية تحظى بالاحترام والتقدير، كان رئيس المخابرات السعودية لسنوات طويلة، وهو رجل يعني يعتبر يعني من الشخصيات الاستراتيجية والأمنية المقدرة ليس في السعودية، لكن من الواضح أن هناك توجها سعوديا يقود الملك سلمان نفسه في تولي جيل الأبناء، وبالتالي ما تشاهدينه الآن حراك طبيعي ومشروع في إطار الأسرة السعودية، وآخر ملوكهم هو الملك سلمان من الفرع الرئيسي والبطن الرئيسية للعشيرة الأم اللي هي خاصة بآل عبد العزيز، والصدريين كما تعلمي لهم جزء في حسابات التقديرات للأسرة الحاكمة في السعودية. المحمدان محمد بن سلمان ومحمد بن نايف جيل الأبناء، وجيل الأبناء الذي لديه رؤية كبيرة للسعودية في نطاقها الداخلي سواء في الخليج أو في النطاق الدولي، وهم لهم علاقات كبيرة بالأوساط الدولية خصوصا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمقدر أن المحمدان محمد بن نايف ومحمد بن سلمان هيكون لهم دور كبير قوي في المرحلة اللي جاية في إعادة تقديم السعودية إلى العالم، وأعتقد أن جلالة الملك سلمان وهو ينقل هذه السلطة في هذا التوقيت الحساس من عمر الأسرة السعودية ينظر إلى الأب المؤسس الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في نقل السلطة بهذه الصورة، وربما تكون المفاجأة أيضا في يعني نوع من التطورات الحديثة داخل الأسرة في مناصب أخرى تتعلق بإدارة نمط الحكم في المملكة العربية السعودية. ربما سيكون هناك دور مباشر لأمير نجرم بالمناسبة في الأسرة، حيكون له دور يتجاوز دور ولاية العهد، وهناك طبعا ترتيبات أخرى ستجري خلال الفترة المقبلة. ما هو الدور طيب دكتور طارق؟ هيكون إيه دور ميجرين؟ الأمير ميجرين هيكون أعتقد هيكون له جزء من الملفات الأمنية والاستراتيجية هيديرها، لكن خارج إطار المنصب بصورة أو بأخرى، لأنه لم يكن هو فقط رئيس الاستخبارات السعودية لسنوات مهمة، ولكن أيضا الرجل لديه ما يقدمه، وظهوره اليوم في الولاية ولاية العهد، ويمكن حضرتك سمعتي وشفتي وجوده في منح الولاية المباشرة للمحمدان محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، إشارة مهمة أن الرجل لن يختفي، وإشارة إلى أن أهل العقد والبيعة قد منحوا الولاية الجديدة لمحمد بن نايف ومحمد بن سلطان، وهو جيل بالمناسبة جيل كبير في السعودية، الأمراء الشباب يتقدمون الصفوف، هو كان في حراك يشمل 4 أجيال داخل الأسرة، اليوم الجيل الرابع اللي هو اللي موجود، وهناك جيل خامس بالمناسبة من الأمراء يستعدون لتولي المواقع، وحدث حراك كبير في الدولة السعودية وتجاوز شخصنة المناصب في مراحل معينة، كان أنجال الملك المؤسس الملك عبد العزيز أو ما يعرف بالصدريين في مواجهة الأمراء الآخرين في البطون والعشائر المختلفة، اليوم هم يتقدموا الإدارة الحكم، جيل مختلف كبير، نتمنى لهم التوفيق خصوصا منهم محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، الاثنين شخصيات تحظى بتقدير كبير، توجهاتهم عربية برغم أنهم تلقوا التعليم في الخارج وفي الأكاديميات الاستراتيجية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية أنت تتكلمني على جيل يعني متميز، أعتقد حيكون له دور كبير قوي في رسم السياسات السعودية في الخليج. طيب هل هناك أي علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع عاصفة الحزم؟ لأنه في البعض أشار أنه كان في نعومة في التعامل مع هذه العاصفة أو مع الحوثيين بالتحديد من قبل سعود الفيصل ومن قبل الأمير ميجرين، ولهذا تم هذا التغيير، هل حضرتك بترى ده ولا؟ لا، الحالة اليمنية حالة مختلفة تماما، يعني خلينا أقول ظهور الأمير محمد بن سلمان في سفارة المشهد ليس لمنصبه، لكن الحالة اليمنية لا علاقة لها بصورة أو بأخرى بالتغييرات التي جرت في السعودية، الجميع يعلم أنه جلالة الملك سلمان كان قد اتخذ قراره منذ أكثر من عدة أسابيع، وأنه كان في توقعات بهذا التغيير الكبير رغم أنه جاء مفاجئا، لكن الترتيبات المعينة داخل الأسرة تحكمها ضوابط متعلقة بنمط الحكم في السعودية وتجاوز بعض الأسماء
أنت تعلمي أن هناك تقدير لمكانة بعض الأمراء الذين كانوا تولوا، يعني البعض أشار إلى أنها أن الملك قد تجاوز بعض الأسماء والملكية تجاوزتها بعض الأسماء، زي الأمير أحمد بن عبد العزيز على سبيل المثال، أو الأمير سعود، أو الأمير بدر، أو الأمير بندر، هؤلاء كانوا في الولاية. لكن القضية ليست هكذا، القضية مرتبطة ب يعني توازنات القوى داخل ما يسمى الدائرة الضيقة للصدريين في مواجهة تيار الأمراء الآخرين المحسوبين على يمين ويسار الأسرة السعودية، الأسرة الأم المركزية في المملكة. وبالتالي أعتقد أنه في جزء من هذا هيبقى مرتبط بتغييرات هتجرى في الأسرة بصورة أو بأخرى. هناك تهديدات للأمن الوطني السعودي من اليمن، وأعتقد أنه جيل الشباب يرى في بلاده أنها تستحق أن يعني تحمى بصورة أو بأخرى. صدرت المشهد من الأمير محمد بن سلمان في إشارة مهمة، الأمراء الشباب يتقدمون الصفوف، ومحمد بن سلمان يعني من الشخصيات التي نعرفها عن قربة، هو يعني شخصية عربية متميزة، صحيح أنه تلقى تعليمه في الخارج لكن له توجهات إيجابية للغاية، وتولى مواقع داخل الأسرة مهمة قوي. أعتقد أنه هيبقى ليه دور في المرحلة المقبلة. محمد بن نايف، أنت تعلمي أنه ليس لأنه نايف كان يعني الملف الأمني هو الذي تولاه، والأمير نايف يحظى بتقدير واحترام كل أفراد الأسرة، لكن هناك مشكلة حقيقية في الحراك الذي جرى في الأسرة بصورة أو بأخرى. نعم. طيب، ولكن يعني كلام حضرتك ده برضو يؤكد انه عاصفة الحزم لها حسابات اخرى وليست لها علاقة بهذه التغييرات. لا يعني شوفي، التغييرات كانت متوقعة، وانا اتوقع خلال الفترة المقبلة ربما ايضا يتنحى جلالة الملك سلمان وليفتح المجال الى هذا. هناك توقعات امريكية عديدة اليوم انه الملك سلمان ربما ايضا يعطي الصورة بتنازله عن العرش ليتولى محمد بن نايف، وتدار الامور في وجود الملك المؤسس وبجانبه اخر ملوك الاسره المحسوبه على الصدريين، فيكون الملك. هل هذا التوقع بنسبه كبيره دكتور طارق؟ هذا متوقع. الملك سلمان يعني تولى مواقع سياسيه كثيره، ربما يرى في نفسه انه يصبح ملكا رمزيا للبلاد. واعتقد ان الملك سلمان في كل الاحوال حتى في بقائه في منصبه او مغادرته لمنصبه تاركا المنصب لولي عهده، اعتقد حيكون في ذهنه انه يكون الملك الناصح المقدم لكل الرؤى والتطورات. جلاله الملك سلمان يحظى باحترام وتقدير كثير من الاوساط المصريه والعربيه بالمناسبه، واعتقد انه اذا قام بهذا هو في اطار المصلحه العليا للسعوديه والحفاظ على وضعها ومكانتها الكبيرة في الأمة العربية والإسلامية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، على كل هذه المعلومات. وفي نهاية المحادثة زي ما تحدث الدكتور طارق أن في توقع بأنه الملك سلمان يتنازل ويكون ملك شرفي، ويكون بعد كده الحكم يأتي أو يأخذ الحكم الأمير محمد بن نايف الذي تم تعيينه اليوم وليا للعهد.